بالنسبة لي الجامعة هي صراحة يعني اللي هو واحد تكوين أساسي، يعني ماشي هو تكوين اللي هو زعما سي اون فورماسيون، سي با بروفيسيونيل، سي با سبيسياليزي، سي جوست فوندامونتال، يعني تتخلي الواحد يكمل زعما الدراسات ديالو ويدير مثلا ماستر ولا دكتوراه. اما بالنسبة للتكوين المهني يعني هو واحد التكوين اللي في حد ذاته تيخليك يعني دير لا تيوري ولا براتيك او ميم طون، يعني تيخليك مثلا درتي واحد الفورماسيون تيديروا لك واحد يعني واحد ليطاب تيكون فيها يعني التيوري، تيشرحوا لك زعما شنو هو هذا الميتيي ولا هذا الفورماسيون، وعاوتاني تتكون ايطاب اللي اخرى اللي تتخليك تكون انت تهيئك لسوق العمل، فهمتيني، تدير لا براتيك يعني على حساب هذه المهنه هذه، يعني الا كانت يدويه راه تدير لا براتيك، الا كانت شي حاجه اللي هي مثلا المعلوميات تتعلم تتحاول تهيئك على اساس فاش تسالي ذاك المده التكوين ديالك، يعني تمشي ما تلقاش يعني اشكاليه باش تحاول تدخل سوق العمل. معنى الهضره ديالك ان التكوين المهني هو واحد يقدر هو اللي يولك يولجك انك تمشي للسوق ديال العمل. هي صراحه يعني هي صراحه زعما بالنسبه للناس اللي ما باغينش يديروا يعني اللي ما عندهمش امكانيات، انا بالنسبه ليا تنشوف بان الناس اللي ما عندهمش امكانيات، لحقاش دابا التعليم عندنا حنايا يعني الجامعه باش توصلي يعني للماستر ولا تكملي دكتوراه خص امكانيات ماديه، يعني خص الوالدين ديالك ولا يعني الاباء ديالك يكونوا يعني عندهم لي مويان باش يحاولوا يرافقوك حتى يعني الدكتوراه ولا. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، انا كنصيحه اللي ما عندهمش امكانيات يحاولوا يلجؤوا زعما للتكوين المهني. علاش؟ لحقاش ما يحاولوش يحقروا هذا التكوين المهني، يقول التكوين المهني راه شي حاجه، لا بالعكس، هذاك راه واحد الحاجه اللي تتخليك يعني تدخل لسوق الشغل وتحصل على وظيفه بواحد الراتب اللي هو ماشي مشكل، يعني في البدايه تيكون يعني ضئيل، ولكن مع بحكم التجربه وبحكم يعني السنوات اللي تتمارسها في هذا العمل هذا، يعني الراتب ديالك تيزيد يتطور، وتقدر مثلا تلقى شركات اخرين اللي تقدر مثلا تنيغوسي معاهم وبحكم التجربه. يعني انا بالنسبه لي انا هذيك وجهه النظر ديالي الشخصيه، يعني تنشوف بان التكوين المهني يعني الشباب الحالي ديالنا الا بغاو زعما يحصلوا على وظيفه يعني في وقت وجيز، يعني خصهم يديروا التكوين ويديروا شي فورماسيون، يديروا شي حاجه اللي تيبغيو، يعني لمده سنه ولا سنتين مثلا يعني يقدر يدخل سوق الشغل، يعني ماشي هادشي اللي كاين.